هنا الظهر الركابي، المرأة من ركابها ناض. ديروا بنياتي هذه الوصفة هذه وجربوها وكتبوا لي في كومونتير، راه اللي فيها روماتيزم كم شهر ليها راه غادي تبرى بهذه الوصفة هذه، غيديروها. السلام عليكم بنياتي خواتاتي داخل الوطن خارج الوطن، كي درتو لاباس؟ لاباس عليكم؟ كي داروا الاحوال؟ كلشي لاباس بنياتي، يسال عليكم الخير والربح. دابا جيتكم بنياتي بواحد الوصفة، اش غادي نقول لكم؟ راه يحاسبني ربي، وهذا النهار الى واحد الوصفة راه اللي دارتها فيكم ومريضة راه ربي غادي يشافيها. هاد الوصفة يا بنياتي ديال الروماتيز، هاد الوصفة هادي ديال الروماتيز، هادي من ريوتا، هانتوما كتشوفو، هادي يا بنياتي من ريوتا، هاهي راه خسلتها مسكينة الوات بالصهد، هاهي وخريتها تنشفات. هاد من ريوتا غادي نحيدو هاكا، غادي نقيوها بوريقات هاكايا، الوريقات بحال هاكايا هاكا غادي نقيوها، وكديري معاها كاس ديال الزيت ولا نص كاس الزيت، الزيت تكون بلا ملحه، غادي نقيها تنقيها ونديرها في مولينيكس مع كاس ديال الزيت، وغادي نطحنها حتى كنطحنها مزيان، وكنردها عاوتاني الكاسرونه كنردها فوق البوطه، كخصها تغلي غير شويه. دابا نوريها لكم ابنياتك غادي فاش غادي نردها فوق البوطه، ابقاو معايا وغادي نوريكم الطريقه ديالها، غي ديروها يا بنياتي راها مخيره، راه اللي عنده الروماتيز راه فهمتي راه دقه بطله، راه المراه دارتها قدامي فاش قلت لها باش بريتي فاش وليتي مسكينه كنمشي بالعكاكز، قالت لي يا بنيتي راه ما لقيت انا غير عند من ريوتا والزيت، هي عند ما لقيت ما خلات ما دارت. ودابا يا بنياتي منين شت ديك المراه رجعت وقفات على رجلها قلت والله تنشركها مع المشاهدين ديالي، اللي مريض يديرها الله يشافيه. دابا غادي ندوز نديرها في مولينيكس باش نطحنها مع الزيت، وغادي نوريكم الطريقه ديالها. دابا انا فين طحنتها داك الكاس ديال العصير طحنتها، دابا غادي نخليها تغلي غير شويه، ما غاديش تطبخ بزاف، غتغلي غير شويه، تطبخ غير شويه وغادي نطفي عليها. دابا انا غادي نردها دابا فوق البوطه، ومنين تبغيو ديروها يا بنياتي راه ما ديروهاش هكا بالنهار، ديروها في الليل، غادي تطلعوها في الليل، اللي عنده الركابي ولا هنا ولا في الدار ولا هنا في القرفاده فين ما بغيتي ديروها، دهنوها في الليل وطيحو تنعسو باش بالنهار ما يضربكمش البرد، وهي راه في الليل ملي كتسخني ملي كتكوني هكا ناعسه مع السخونيه كتجبد لك ديك البروده اللي كتكون في العظم. وديروها يا بنياتي غير ديروها على رقبتي الى هذه وصفه، اش غادي نقول لكم راه ما كيقولها غير الحبيب الحبيب، وانا بغيت نشاركها معكم محيت كتكتبوا لي في كومونتير وكتبقاو تكتبوا لي اخاتي ديالي، وراه الوصفه ديالك زوينين، كان نعهد راسي الحاجه اللي شتها في عائلتي اولا داروها وبراو تنشاركها معكم ونجربها فيا انا عاد نقولها لكم. دابا ها انتوما كتشوفوها هي دابا غلات صافي، دابا غادي نطفي عليها. ودابا شتي هاد الوصفه يا بنياتي كنخليها تبرد حتى لغد ليه، صفيوها فشي صفايه ولا شي دريره رقيقه حتى تديروها في ديك الدريره وعصروا مزيان، خصها تبات وتبرد حتى لغد ليه، وشوفوا شي دريره وديروها فيها وعصروها في شي جبانيه وشي عندكم شي جبانيه هكايا ديال الدجاج بغطايتها، وعصروها فيها مزيان تتعصروها وديروها في ديك الجبانيه فين ما تبغيوا بنياتي في الليل، دهنوا صحتكم ربي هو اللي غادي يشافيكم من عنده، حنا كنديروا هادشي على الله والكمال على سيدي ربي، حنا غير كنتكلوا على سيدي ربي ونديروا هاد الوصفه هادي، غي ديروها يحاسبني الله الا مزيانه. انا دابا كنقول لكم هادي مجربه، ما غاديش نقول لكم الحاجه اللي غادي تضركم، غير ما ديروهاش جيت وجهكم، ديروها في البلاصه اللي كتضركم، هنا مفاصل، هنا الظهر الركابي، المراه من ركابها ناط. ديروا بنياتي هاد الوصفه هادي وجربوها وكتبوا لي في كومونتير، راه اللي فيها روماتيزم كم شهر ليها راه غادي تبرى بهاد الوصفه هادي، غيديروها. يا بنياتي ها الوصفه اللي درت كنتمنى تعجبكم، وغيديروها يا بنيتي راها مجربه، راه ما كنديرلكمش الحاجه اللي ما مجرباش. دابا انا هادي غادي نخليها حتى لغدا ان شاء الله، وغادي نصفيها فشي شرويطه هكايا تكون رقيقه مزيان، ومزيان نقطرها مزيان فشي قريعه ديال الدجاج،
وفي لما نبغي نعس غادي نبقى ندهن من الليل لليل، راه ما ديروهاش بالنهار. وإلا كان الحال سخون هاكا الصد كاين، طلعوا السطح دهنوا رجليكم ولا يديكم وجلسوا مع الشمس، راه بنياتي كتحيد الروماتيز. ووجهكم عندك وديروها لوجهكم، ما ديروهاش لوجهكم، راه كنقولها ونعاودها ما ديروهاش لوجهكم. هاد الشيء هاد الوصفه هادي كدار للظهر للركابي، البلاصه اللي عندكم فيها الروماتيز غير ديروها يا بنياتي. انا كنقول لكم الحاجه اللي مجربه، واللي ما مجربه شيء ما غاديش منو نتحاسب عليكم غدا يوم القيامه، راه ما يدوم الا وجه سيدي ربي. انا كنقول لكم غير حاجه مسيانه، حيت عزازين عليا وكتكتبوا لي يا خالتي يا خالتي، حتى نتوما داركم ربي في قلبي، جميع المسلمين جميعا داخل الوطن وخارج الوطن، انا كندير لكم هذه الوصفه غير ديروها على رقبتي. وكنتمنى يعجبكم هذا الفيديو بنياتي، وديروا لي جيم وتشتركوا في القناه ديالي وريوها للحباب باش شويه القناه تطلع، راه كتفرحوني ملي كتبقاو تكتبوا. وشكرا عليكم، ولا لا يخطيكم عليا.